بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. راح نتكلم إن شاء الله بإذن الله النهاردة تحت نقطة واحدة. النقطة ديت عبارة عن واحد من أنظمة الجريد سيستمز الجميلة خالص. طيب أنا عارف إن الناس مش هتخليني أكمل الكلمة وهي تقول لي طيب أنت ناوي تشتغل على جريد سيستم، وإحنا أساسا الكورس بتاعنا بيتكلم عن فريم ورك جوه منه جريد سيستم، أنت هتتكلم عن جريد سيستم بشكل منفصل وإحنا بعدين هنتكلم عن جريد سيستم جوه الفريم ورك؟ أقول لك حاضر، بص بمنتهى البساطة الكورس بيتكلم، الكورس ما بيتكلمش عن فاونديشن سبيسيفيك، هو الكورس أي نعم هيركز على فاونديشن لكن هيديك نظرة مختصرة عن الجريد سيستمز المختلفة زي ما هيجي بعدين في الريسورسز في نهاية الكورس. تمام، ديت نقطة. النقطة الثانية، كلامك منطقي جدا وانا بتفق مع حضرتك تماما. يبقى المسألة اشبه بان انت مثلا تشتري لابتوب وفي هارد واحد، في هارد 3 تيرا، وتروح لسه انت ما عملتش اي حاجة، تمام، وتروح تفكر بان انت تشتري او تشتري هارد تاني مثلا 180 جيجا ولا بتاع. طب ليه؟ طب ما انت عندك مساحه في نفس الفكره. طب ليه احنا نشتغل على جريد سيستم خارجي واحنا هنشتغل على فريم ورك في جريد سيستم؟ اقول لك حاضر، الامر ده بيدي لك يعني نقط مختلفه، بيدي لك مميزات مختلفه. اولها ان انت راح يبقى عندك خلفيه عن واحد من ضمن انظمه الجريد سيستمز. طيب يعني انت تبقى احتكيت بنظام من ضمن انظمه الجريد سيستمز، جميل. طب احتكاكك ده هيخليك تاخد زي ما قلنا فكره عامه، الفكره ديت يا جماعه هتمشي بشكل مشابه لبقيه انظمه الجريد سيستمز، حتى النظام اللي احنا راح نشتغل عليه، حتى الجريد سيستمز اللي جزء من الفريم وركس هتلاقيها بتشتغل يا اما بشكل مشابه يا اما بنفس الشكل بتاع الجريد سيستم. فدي النقط اللي تخلينا نتكلم عن نظام الجريد ذات يا جماعه. طيب جميل خالص، ايه الاساس بقى اللي انت على عليه او على اساسه، يعني ايه المعيار اللي انت على اساسه اخترت الجريد سيستم اللي احنا راح ندرسه في الجزء ده من التوتوريال؟ والله يعني خلينا نقصر نقطه ونقصر مفهوم. هنقول ان بصراحه من اول ما الفريم وركس الكومبلكس اللي زي بوت ستراب وفاونديشن والكلام ده ظهر، بصراحه يعني الجريد سيستمز المنفصله الجريد سيستمز لوحدها نشاطها بيقل شويه، يعني زي ما تقول يعني ابني يبقى في ايدي وانا ادور عليه. ما انا كديزاينر يعني انا ايه اللي يخليني اشتغل على جريد سيستم لوحده اذا كان في فريم ورك بيديني امكانيات كتيره وجوه منها جريد سيستمز؟ ليه يعني؟ ده فاهمني؟ فديت نقطه حضرتك معاك حق فيها. بصراحه الجريد سيستم بتاعنا كان رقم واحد فتره من فترات، يعني بصراحه هو عباره عن سكيلتون، كان رقم واحد في فتره، الكلام ده كان ممكن من سنتين او اكتر، لكن المساله بتمشي بشكل متفاوت، يعني مفيش حاجه بتثبت في مكانها، فتوجه الويب راح للفريم وركس المتكامله. الناس بتفكر بان مكان واحد يخلي فيه كل حاجه، تمام، زي استوديو كده، فانت مش محتاج تطلع بره كتير يعني. فكان سكيلتون يا جماعه. المميزات بتاعت سكيلتون مختلفة. أول حاجة فيه، خلينا نروح على الموقع كده، إن هو يا جماعة بسيط، سيمبل خالص. النقطة الثانية إن هو ريسبونسيف. النقطة الثالثة إن هو يعني 200 سطر، 200 سطر برمجي، يعني مش حاجة، يعني خفيف، يعني حاجة بسيطة وسهلة وما فيهاش أي مشاكل. طيب الموقع بتاعه يا جماعة عبارة عن جيت سكيلتون getskeleton.com أور من جوجل ممكن تسيرش على سكيلتون فريم ورك أو هتلاقيه إن شاء الله بإذن الله في الليرنينج مانجمنت سيستم بتاعنا. جاست كليك على داونلود ونزل الـ الرابط ده يا جماعة. طيب عارف النقطة اللي تخليني برضو نتكلم عن الجريد سيستمز او السكيلتون جريد سيستم، عارف انت يمكن تكون الحاجة اللي اخذت منك وقت طويل او اكتر حاجة كانت بتاخد منك وقت طويل في وانت بتجهز الموقع، مسألة انت تصمم اللاي اوت او تحدد اللاي اوت هي اللي بتاخد الوقت الطويل ده. فاكر ايام زمان في الفيكسد كنت بتعمل ايه؟ فاكر طيب في الفلويد وريسبونسيف كنت بتعمل ايه في الريسبونسيف؟ يا نهار ابيض كان مشوار، تعمل لاي اوت خاص بمش عارف ايه ولاي اوت خاص مش عارف ايه ولاي اوت خاص مش عارف ايه. طب انا جريد سيستم زينا مع ريسبونسيف جريد سيستم زي سكيلتون ده، يعني جس وات انت ممكن تخلص الموقع كله بشكل بسيط في اقل من طيب نقول ربع ساعه مثلا. احنا هنحاول نعرفه ان شاء الله باذن الله في السيشن اللي جاي. بعد ما تعمل داونلود يا جماعه للرابط ده هتلاقي معاك ملف مضغوط اسمه سكيلتون، هتفك الضغط من عليه هتلاقي سكيلتون 2 ده الفيرجن التحديث ده الاصدار، هتلاقي فيه ثلاث ملفات اندكس وايمجز
جوا منها في فيف ايكون ملف بي ان جي وسي اس اس. طبعا احنا جوا السي اس اس ده يا جماعه هو محور حديثنا. هتلاقي في حاجتين، مكتبه النورمالايز ومكتبه سكيلتون. طب الناس اكيد عارفه موضوع النورمالايز ده، كليك يمين طيب خليني و نقول اديت النوت باد بلس بلس نشوف شكل الكود. مكتبه النورمالايز يا جماعه مثلا خلينا نقول نورمالايز وريست والكلام ده، ها حاجه بتوفر لك ارضيه علشان تبتدي بيها البروجكت بتاع الاتش تي ام ال بتاعك، فاهمني؟ مش مثلا لما تيجي تكتب كود معين تلاقي الديفولت سيتنج بتاعت البراوزر مثلا خمسه واخده 5 بكسل بادنج من كل النواحي، واخده مش عارف 5 بكسل مارجن من على اليمين ومن على الشمال، تيجي انت تكتب الكود تلاقي ان في حاجات غريبه بتحصل. لا لا، ديت عشان كده بنستخدم مكتبات زي مكتبه النورمالايز. كما ان احنا سبق واستخدمنا قبل كده مكتبه او ما استخدمناهاش بشكل كبير، اخذنا جزء منها لما كنا بنعمل ايه ريسيت، فاكرين مع ايريك ماير اخذنا جزء من الكود بتاع ايريك ماير وكنا بنحطه ونوهنا اللي قلنا يا جماعه احنا هنعمل ريسيت لعناصر اتش تي ام ال اللي احنا كنا بنستخدمها، فاكرين كنا بنعمل اتش تي ام ال وبادي وتشون الكلام ده، كنا نحط بادنج ومارجن لصفر. او مكتبه النورماليز دي يا جماعه فيها حاجات كتير اهو، واخد بالي الاتش تي ام ال 5 اليمنتس عاملاهم لي ديسبلاي بلوك، واخد بالي العناصر الاوديو والكلمات والكلام ده عاملاهم لي ديسبلاي ان لاين بلوك. كل حاجه ليها الاستخدام المناسب ليها، مصفره لي الفورم، مخليه لي لون الخلفيه شفاف. ديت يا جماعه الامر ده يعتبر ستارتنج بوينت جميله خالص، نقطه بدايه انت تبتدي منها مشروعك من غير ما يحصل اي تعارض ما بينك وما بين الديفولت فاليوز اللي موجوده في قلب المتصفح. كما ان الكلام ده اكزاكتلي عباره عن كومباتبل مع براوزرز مختلفه، يمكن تكون الناس اخذت بالها من فيندور بريفكسز اللي هو كان شغال عليها يا جماعه. ديت مكتبه النورمالايز. طيب النقطه الثانيه مكتبه سكيلتون، ده اللي احنا راح نتكلم عنه بشكل او باخر. يعني سكيلتون التيبل اوف كونتنت بتاع اكواد السي اس اس يا جماعه، في اكواد خاصه بالجريد، اكواد خاصه بالبيز ستايلز، اكواد خاصه بالتايبوجرافي، لينكس، بوتونز، فورمز، ليستات، الكود، التيبلز، السبيسنج، الكليرنج، وميديا كويريز. كل الكلام ده موجود في ال 200 سطر دول. عارف ان الامر اشبه بايه؟ الامر اشبه بان سكيلتون ده بيوفر لك فلاتر معينه، تمام؟ الفلاتر دي محطوط، يعني اقصد الستايلات بتاعت السي اس اس اللي هي الفلاتر دي محطوطه على كلاسات معينه. انت كل اللي انت محتاجه لما تكون محتاج تطبق الفلاتر دي على كلاس معين، بس كل اللي عليك تعمله انت تكتب الخاصيه كلاس على العنصر بتاع اتش تي ام ال اللي انت عايز تستايله يعني، وتروح حاطط اسم الكلاس ده بس بمنتهى البساطة. ده اللي بيعمله لك، ده الكلام اللي موجود جوه السكيلتون سورس كود يا جماعة، تمام؟ عندك في الجريد هو مستخدم كونتينر ومديله طبعا الأبعاد بتاعته، شغال على 960 بكسل، ومستخدم بعدين أعمدة، وعنده في الميديا مستخدم ميديا كويريز. طبعا أنا مش هعدل في الكود ده يا جماعة، وانا انا بصدد اني نشرح الكود كله بالكامل يعني، باستثناء ان كل النقط اللي انا راح نقولها ان هو بيوفر لي ارضيه كويسه اذا كنت انت محتاجها. كما انت ممكن تمنتج في الكود ده زي ما انت عايز يعني، تمام؟ لكن ده طبعا مش كلامنا، واحنا مش راح نقف عنده في الكورس ده، او مش راح نغطي النقطه. احنا بس كل اللي احنا عايزينه في من الجزء ده يعني نبقى مرينا بجريد سيستم وعرفنا نخلص بموقع سمبل وموقع بسيط يا جماعه، تمام؟ اوكي. رايت، ده بخصوص الجريد سيستم اللي احنا راح نشتغل عليه. الصفحه بتاعت السكيلتون يا جماعه فيها الجريد ده 12 عمود، 12 عمود طبعا الجريد سيستم اللي هو السكيلتون ده تجمع عباره عن ابديت فيرجن، يعتبر نسخه محدثه من 9-6 جريد سيستمز. 9-6 جريد سيستمز يا جماعه ده كان موقع جميل جدا، وكان يمكن يكون رقم واحد في فتره من الزمن بالناس اللي كانت بتشتغل فيكسد وفلويد تقريبا يعني، كان موقع مشهور جدا، والفكره ان هو بيشتغل على 960 بكسل عرض الشاشه. فالفكره بتاعت الجريد سيستمز انت بتميل ان انت تحازي العناصر بتاعتك عليها، يعني ادي الشبكه مثلا 12، احنا بنقول اهم دي الفكره بتاعت انت يبقى عندك 12 كولوم، فوقت ما بتحب تحاجي عناصرك بتحازيها على 12 كولوم، لان هو شفت مبتدي من عند العمود ده وخلص القصه عند العمود ده وراح مبتدي من اول عمود اللي بعد منه خلصها من عمود، فاهمني؟ انت يكون عندك شبكه من العناصر انت بتحاول تحازي عليها الكونتنت بتاعك. دي فكره الجريد سيستم بمنتهى البساطه، تمام؟
ال 960 جريد سيستمز طبعا يا جماعه مش ريسبونسيف على حد علمي يعني، فعلشان كده هنستخدم احنا سكيلتون كما انه هو سيمبل وبسيط عن 960 جريد سيستمز. نرجع ان شاء الله باذن الله الحلقه اللي جايه، وراح نحاول نستخدم السكيلتون جريد سيستم في ان احنا نبني بموقع بسيط عبارة عن بورتفوليو لاندنج بيج، صفحة واحدة بس يعني ما فيهاش رابط، أو ممكن يكون ما فيهاش رابط بالمرة أساسا. احنا نقول الفكرة بس بنحاول نتعرف على ازاي الجريد سيستم ده بيشتغل على ال 12 كولوم 12 عمود. جهز التكست اديتور بتاعك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.